حكيم أبوه لنهاية صبيح محمد فايز يوسف صبيح. أبو عناد حضرتك كيف تنبأت خبر اعتقال نهاد؟ علي صوتك شوية. علي صوتك. تحكي لنا كيف تنبأت خبر اعتقال نهاد؟ كيف تلقيت الخبر لما اعتقلوا نهاد؟ كان صعب طبعاً. كان صعب علينا كثير كثير يعني كان. حضرتك لما كانوا يجي الجيش على البيت كنت تكون موجود؟ والله إحنا كانين جايين هم بدهم إياه، كنت أنا وولادي وقت الظهر أجوا أخذ الأولاد كليات، ما ضليش أنا والحجة بس، أخذهم على معسكر حوارة 3 أيام يعني مغمغمين وعنيهم ربطينهم 3 أيام تحت النيونات في عز الصيف، يعني حكولي لما يجوا النيونات كان زي النار. ثلاثة أيام روحوا مع البيت ما عرفنا ليش. بعد كم من يوم فهمت مني عرفنا انه نهاد انطرد بدهم اياه. بتزوروا حاج؟ بتزوروا نهاد؟ عرفنا منه هو، احنا ما كنا نعرف انه بتزور. بزور. بتزوروا لنهاد؟ بتروح بتزور نهاد في السجن؟ بزوره طبعا. زرته الاسبوع اللي فات. كل قد ايه بيطلع لك زياره؟ كل كم بتزوره؟ أنا كل أسبوعين بطلع لي مرة، يعني يعطوني تصريح لسنة، بس مثلاً الزيارة هاي اللي جاية بدهم يزوروا أخوتي معهم 3 بسحلوا مش إلا 3، تأجلت أنا لمشوار ثاني، أما زرت 3 اللي فاتت. حبيبتي بقعد 4 أشهر التصريح بتطلع، 4 أشهر التصريح بتطلع تايطلع، قعدت 5 سنين ما شفتوش، 5 سنين أول ما نسجل ما شفناهوش، لا أنا ولا أبوه ولا حدا. كان علينا أمن، مرفوضين أمني كليتنا، أخوته لحد الآن، واحد من أخوته لحد الآن مرفوض أمني بشوفوش، يعني أخوته صار له 9 سنين أسمع بوس أخوه ما شافوش لمرة واحدة عليه أمن. حج الحجة وصفت لنا نهاد كيف كان يجي على البيت ويتناغش مع أمه وهيك، أنت كيف كان يتعامل معك نهاد لما كنتوا أصحاب؟ أنا على علمي إنه عادي كان يجي عندي، ما عندي معلومات شيء. كنتوا أنتوا أصحاب أنت ونهاد؟ يجوا هو كان في الشرطة هو تعرف بداهم بيجي إجازات بحب إجازات أبوه بحب أبوه ولا كنت أصحاب أنت ويا نهاد كلها؟ طبعا ابني بعز علي، كل أولادي حبايبي، أولادي بعاملهم كأنهم أصحاب يعني الحمد لله رب العالمين. إيش بتتذكر أكثر موقف حبيته من نهاد هون عمله في البيت؟ والله أنا بالنسبة لي يعني لما أخذوا نهاد أطلع في غرفته طلع على كان صعب كثير كثير صعب، جرح كبير كان، بس الحمد لله رب العالمين راضي مثل هالشباب. منبه الحمد لله رب العالمين اللي الله كاتبه من رضا فيش من عمل يعني مثل هالشباب الحمد لله. ابن نهاد انت بقولوا لك نهاد اكبر واحد؟ نهاد اكبر؟ نهاد لا انا في عندي السادس هو ونبرتو 6 ونضال 7 احمد 8 هم 8 عندي. الله يخليك الحمد لله رب العالمين. ايش بتتوجه كل من العالم من الاهالي الاسرى الموجودين؟ نطلب من الله انه ربنا يفرج عنه جميع الاسرى ان شاء الله رب العالمين، دائما بنرد عليه في كل صلاه يعني الله يفرج عنه جميع الاسرى ان شاء الله. شو بطلب الواحد من ربنا؟ للعالم اللي برا للاجانب للغرب احنا من كل عام انت بخير بجاي ترى العيد ان شاء الله. شو بتوجه للعالم بحكي لك؟ شو العالم وجه لانه ولادتنا مظلومين يعني احنا تحت الاحتلال، احنا تحت احتلال ولادتنا اسرى، هذول اسرى حرب يعتبروا، العالم مش سائل عن الاسرى تبعونا اولادنا، هذا يعني انا بعتبر انه ظلم، هذا يعني ظلم. ان شاء الله ان شاء الله ربنا لا اله الا هو تكلنا على الله. هل يكون حاطين هالصور بس؟